اهلا بكم في اخر فقره في حلقه الليله دي، وهي فقره يوما ما مع الاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. كان المفروض الحقيقه نواصل الكلام عن الغزوات الفاصله في السيره النبويه طبقا للموضوع اللي الجمهور كان اختاره عن المعارك الفاصله في التاريخ الاسلامي. لكن الاسبوع اللي فات الحقيقه حصل ظروف، وعرفنا انه من الاستاذ محمد يعني ان كان في مؤتمر عن سلطان عبد الحميد. سلطان عبد الحميد، نعم. مؤتمر كامل؟ نعم، مؤتمر عن سلطان عبد الحميد في الذاكره العربيه. ده حضروا باحثين يا استاذ محمد من كل حته؟ طبعا. لا، من كل حته ولا كلهم اتراك وعرب؟ لا لا لا، هو احنا استهدفنا انه يكون من العرب بشكل اساسي، فالاصل انه كان في حوالي 34 باحث من مختلف الدول العربيه، من 16 دوله. 34 باحث يعني؟ من 16 دوله، وكان فيهم 2 أو 3 اتراك بس. بس وكان في تحت رعاية جامعة، مؤسسة، وزارة؟ نعم والله، يسر الله تعالى وانعقد تحت رعاية جامعة دولمو بينار في محافظة كوتاهية. تركيا. نعم. كان مؤتمر كويس؟ هو سعي طويل الحقيقة. أنا كان في دماغي أن احنا نعمل المؤتمر ده من 2017 بمناسبة مرور 99 سنة على وفاة السلطان عبد الحميد، لكن لم نوفق، وبعدين حاولنا نعمله في 2018 فلم نوفق إلا في هذه فالحمد لله أدركنا أنه هو إيه، يبقى في الذكرى المئوية لوفاة السلطان عبد الحميد. خلينا أسألك أسئلة، هل الإعلام التركي اهتم بالمؤتمر ده؟ طيب، أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنا لعدم إجادتي التركية ما عنديش المتابعة الوافية لهذا، لكن أنا مثلا ربما شفت لغاية دلوقتي حوالي 6 أو 7 تقارير في وسائل إعلام تركية مختلفة. طب كويس، وده اللي وصلني يعني، لكن الموضوع هيبقى محتاج. أهو الأناضول نشر عنه تركيا ندوة بعنوان عبد الحميد الثاني في ذاكرة العرب. أيوة نعم. وانطلقت الأربعاء ندوة دولية في ده أول مرة أشوفه، يعني أنا ما شفتش الخبر ده قبل كده. في ولاية كوتاهية غربي تركيا بعنوان عبد الحميد الثاني في ذاكرة العرب، تعقد الندوة اللي بتبحث العلاقات العربية التركية على مدار 3 أيام في كلية فنون جميلة جامعة دوملو بينار بكوتاهية، وينظمها مركز أبحاث استراتيجيات التنمية التابع للجامعة بدعم من عدة مؤسسات، يعني منها وكالة تيكا. نعم. وقال والي كوتاهية عمر تورمان في كلمة افتتاحية أن العرب والأتراك من الشعوب القديمة في الأناضول، وأضاف أن الأمتين الكبيرتين حافظتا على ثقافة التعايش لقرون. طب كويس والله، يعني ده الأناضول يعني. لا والله، والحمد لله يعني كان مؤتمر موفق بشهادة من حضروه ومن تابعوه يعني. شاركت البحث يا أستاذ محمد؟ هو أنا شاركت البحث دي حاجة، بس هو الأهم من كده أن أنا اللي كنت صاحب فكرة المؤتمر واللي متابعه من أوله يعني. والله البحث بتاعك كان عنوانه إيه؟ طيب، أنا خليني أحكي لك الحكاية من الأول. هو كانت الفكرة الأساسية أن احنا محتاجين، طبعا السلطان عبد الحميد نفسه هو آخر خليفة مسلم. أيه. حقيقي يعني، الخلفاء اللي بعده كانوا صورة، مش خلفاء حقيقيين، وعلشان كده فالسلطان عبد الحميد هو نقدر نقول النموذج الأخير للخليفة المسلم. اللي انت دايما وقت ما بتتكلم في الرابطة الإسلامية والجماعة الإسلامية وفكرة الخلافة بتحتاج تقارن بين عبد الحميد حتى وإن كان عصره عصر ضعف، وبين العهود التي جاءت بعده، العهود اللي احنا فقدنا فيها الخلافة وتحولنا فيها إلى أمة ممزقة ودول قطرية ووطنية وقومية. فاللي حصل بعد كده إن على مستوى العالم العربي وعلى مستوى تركيا نشأ الفكر القومي، سواء عندنا احنا أو عند الأتراك. فالقوميين الأتراك بيكرهوا العرب بطبيعة الحال، وبيكرهوا الأكراد، وبيكرهوا الفرس، لأنه دي طبيعة أي قومية. نفس الكلام بتاع القوميين العرب. قوميين العرب بيكرهوا أي قومية أخرى، تركية، كردية، فارسية. وحتى القوميين العرب عندنا وصلوا في كراهيتهم لأي عرق آخر إلى أنهم كرهوا الصحابة اللي مش من أصول عربية زي صهيب وزي سلمان. وأحبوا العرب اللي هم كانوا رؤوس الكفر زي أبو جهل وأبو لهب. حتى هم كانوا يسموا أولادهم يعني جهل ولهب علشان يتقلوا يا أبو جهل ويا أبو لهب. وده موضوع مشهور يعني. فاللي حصل إنه خلينا نقول نشأة القوميات في عالمنا الإسلامي
بقى في قومية تركية وقومية عربية وقومية كردية وقومية فارسية. والقوميات دي كلها بتنتج تاريخ مشوه، كلها اتفقت يعني رغم عدائهم الشديد فيما بينهم اتفقوا على إنتاج التاريخ المشوه لهذه اللحظة الإسلامية. يعني الكلام ده هتشوفه في إيران، هتشوفه في تركيا، هتشوفه عند العرب، وهتشوفه عند الأكراد. فعلشان كده حس ان احنا عرب وموجودين في تركيا هذه الفترة، فكان احد الوسائل التي ينبغي بها تصحيح الصورة التاريخية ان الأتراك يشوفوا ازاي العرب بينظروا ويتذكروا ويقيموا فترة الدولة العثمانية وفترة السلطان عبد الحميد الثاني. طبعا مسألة القومية التركية هنا بدأت تخفت شوية مع التوجه الإسلامي بتاع حزب العدالة والتنمية، ومن قبلها برضو كان بدأ يحصل فيه تشققات كده من أول اسمه إيه الرئيس المشهور عدنان مندريس ثم ترجة أوزال ونجم الدين أربكان، إلى أن الاستقرار اللي عمله يعني عهد طيب أردوغان وعهد العدالة والتنمية اللي هو استمر دلوقتي بقى له 16 سنة. فكل ده بدأ يحصل تشققات في الفكر القومي التركي، وبدأ يستعيد تاريخه الإسلامي وانتمائه إلى العثمانيين. فكان يعني كان مشروع بقى، كان مشروع أكبر حتى من مؤتمر. احنا فكرنا ان احنا نعمل فيلم وثائقي من 4 أجزاء عن السلطان عبد الحميد، فكرنا نعمل المؤتمر، وبرضه فكرنا نعمل الكتاب، وإن شاء الحمد لله ربنا يسر والمؤتمر انعقد والكتاب في مراحله النهائية يعني على وشك الدخول للطبع، والوثائقي لسه بقى ايه ده اللي ربنا ييسر. طيب البحث بتاعك كان عن اني جانب السلطان الحميد؟ انا البحث في هذا الكتاب كان عن موقف السلطان عبد الحميد من الثوره العرابيه. لانه الثوره العرابيه كانت احد المناطق التي يظهر فيها تاثير الفكر القومي على كتابه التاريخ. يعني انت لما تبص لكل المؤرخين القوميين المؤرخين الوطنيين المصريين يعني وتشوف ازاي تناولوا موقف عبد الحميد من الثورة العرابية، هتلاقي تقريبا شبه اجماع على يعني الرفض الشديد واعتبار ان اللي عمله عبد الحميد خيانة وعدم وجود اي قدر من مش حتى التماس العذر، لا ما عندهمش حتى محاولة التفهم هو عبد الحميد عمل كده ليه. يعني عبد الحميد صحيح أصدر منشور العصيان اللي بيعتبر عرابي عاصي، بس يا ترى عبد الحميد عمل كده ليه؟ طيب الحاجات اللي عملها عبد الحميد قبل كده زي إرسال بعثة نظامي وبعثة درويش باشا، وزي إن هو أنعم على أحمد عرابي بالبشوية وباللواء المجيدي، كل ده عمله ليه؟ ما تلاقيش الكلام ده. تلاقي المؤرخين القوميين عندهم هذا الإيه؟ هذا الشعور العنيف تجاه تفسير تصرف عبد الحميد. طب خليني أبدأ من الأول معاك يا أستاذ محمد. يعني أنا الحقيقة يعني لما يعني أقرأ عن السلطان حميد بحس أن أنا بين امرأتين، وهي غريبة أنك تحس بين امرأتين، بس أنا أشرح لك ليه أنا بحس دايما أن أنا بين امرأتين. وأنا دايما أحس أن المرأة ليها عامل مهم قوي في تكوينك، تكويننا كلنا. يعني نحن أمام شخص او طفل ربته مرات ابوه اللي هو السلطان حميد، فكانت ست صوتها هادي وربته على التدين وانه يكون متدين جدا، وهي مرات ابوه ما كانتش بتخلف، وهي مرات ابوه في الاخر يعني، لكنها تعاملت معاه، هي اللي ربته وليها الفضل عليه في تكوينه. صحيح. المراه الثانيه ام اتاتورك، واتاتورك هو اللي خلاص يعني قضى على ما تبقى من الدوله العثمانيه. هذه المرأة برضو كانت مسلمة واسمها مسلم وهي طبعا مسلم، لكنها ربت مصطفى كمال أتاتورك. الحقيقة لما تشوف المشهد بين المرأتين تحس انه مشهد غاية في التعقيد والإثارة. دي ربت سلطان دافع حتى آخر رمق عن الإسلام وحصول الإسلام، ودي ربت شخص كان ضابط وبتاع. إلى أي مدى كان التأثير تربية السيدة هذه السيدة على السلطان حميد كان مؤثر في زي بيقول المؤرخين يعني إلى أنه لحد ما مات يعني أو لحد ما خلص يعني لحد ما انتهت؟ والله ده بقى يعني الفكرة اللي حضرتك بتقولها دي مدخل روائي كده ومدخل درامي، أنا بشوفها كده يدركه الفنانين بقى اللي زي حضرتك. لا بس أنا بشوف دايما الحكاية درامية يعني أنا ببص من النظرة دي دايما أن الدراما، ما أنا قدامي السلطان حميد في الدراما.
المدخل انت تشوف الحته دي مين اللي كون الشخص ده كده. صحيح. هو المدخل النفسي قوي. المدخل النفسي من مداخل تفسير التاريخ، ان انت بتحاول تشوف نشاه الشخصيه محور الحدث وتشوف تطوراتها، وده يعني مدخل سلكه كثير من المؤرخين ومن الفلاسفه. انما هو بشكل عام مش المدخل الذي يجذب المؤرخين. المدخل المؤرخين كده بيحاولوا ايه يرسموا الصوره العامه المتواليه من خلال الاحداث بدون يعني بدون التفكير في التفاصيل هذه والتفاصيل دي. نعم. لكن بالنسبه اللي هي بقى مربيه السلطان عبد الحميد، فهي لفت النظر اليها انه هو نفسه السلطان عبد الحميد في مذكراته كان يتكلم عنها بتقدير شديد. أي. وكان يعبر عن حبه لها، وإن هي كيف عوضته عن أمه التي فقدها وهو صغير، وأنه وجد فيها الأم التي فقدها وظل وفيا لها إلى يعني إلى أن ماتت. إلى آخر أيامها. وأشار كذلك إلى أنه لما تولى السلطنة يعني مع حبه الشديد لها رجاها ورجى نساء القصر ألا يفكروا في التدخل في شؤون الحكم، لأن تدخل النساء في شؤون الحكم من الأمور المفسدة. هو شايف كده. هو شايف كده. هو عامة دي نظرة عامة يعني مضطردة عند. وأنت بتتفق معهم فيها يعني؟ إلى حد كبير. باين يا أستاذ محمد. إلى حد كبير. صحيح. باين والله. إلى حد كبير تدخل النساء في شؤون الحكم مفسد فعلا. لا يمنع هذا ان النساء فيهم كثيرون يعني ذوات حكمه وعقل ورشد، وانا لا اتصور ان في حاكم او سلطان عبر التاريخ يعني لم يحتج الى راي زوجته، لا اتصور. انما مساله التقييم والقرار والنفوذ طبعا اذا 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 زاد سلطان النساء بتفسد وسائل الحكم. تمام. اذا هذه السيده كانت لها فضل عليه في تربيته والتكوين النفسي، الى جانب بعض المحاضرات اللي خدها او الدروس في اللغه العربيه والفروسيه الى اخره، يعني الى ان تم مبايعته. بس هو اتبايع وسنه كبير قوي، 34 سنه او 35 سنه. بس ده كده مش سن كبير، ده كده سن صغير. سن صغير. 34 سنه ده مش سن كبير. هو طبعا تولى الحكم بعد فتره مضطربه، هو تولى الحكم سنه 1876. والسنة دي معروفة في التاريخ العثماني بأنها سنة الثلاث سلاطين. إزاي ده؟ لأنه مات فيها عمه عبد العزيز أو قتل وأشيع أنه انتحر. ثم تولى بعده أخوه مراد الخامس. ومراد يعني عزل من السلطنة لاتهامه بالاختلال العقلي. فلأن مراد فضل حوالي 3 شهور في الحكم، ثم بويع عبد الحميد. فعبد الحميد هو ابن للسلطان عبد المجيد وابن أخو السلطان عبد العزيز ثم أخو مراد. فهو يعني إيه، هي سنة كانت كبيسة، سنة كبيسة. فمثلا الناس اللي بتحب تدخل إلى التفسير النفسي لعبد الحميد بتقول إن الراجل ده منذ أن نشأ وهو يرى الدولة العثمانية تتعرض لضربات، يعني منذ أن تفتحت عينه على الحياة، لأنه بداية عهوده كان السلطان محمود الثاني دخل في مشكلة مع الجيش العثماني. أيوة. وقضى على الانكشارية. أيوة. ثم بدأ يرى بداية محمود الثاني كان سنة كامل الإصلاحات اللي عملها السلطان محمود، ما هو بقى في إصلاحات على أكثر من مراحل، ففي حركة التنظيم، قضى على لبس الانكشارية القديم وجاب الجداد دول وبتاع. يعني طبعا دي كانت في 1857 57 58. هل دي كانت بداية بقى التحديث وبداية الفكر اللي يخش يقوى الدولة العثمانية؟ هو نقدر نقول ان بدايته من سليم الثالث. أيوة. اللي قبل محمود، لان احنا عندنا سليم الثالث وبعدين محمود وبعدين عبد المجيد. ايوه. وبعدين عبد العزيز وبعدين مراد. فمن سليم الثالث نقدر نقول انه بدات افكار التحديث تغزو الدوله العثمانيه، وكان ده تحت ضربات ومطارق الاحتلال الاجنبي. أيوة. ان بدا الاحتلال الاجنبي، يعني سليم الثالث ده هو السلطان الذي احتلت في عهده مصر على يد. أيوة. نابليون. أيوة. وانت عارف دائما الهزائم هي التي تثير السؤال لماذا هزمنا. ودايما الإجابة على هذا السؤال بتحدد مصير الدولة، يعني طبقا أرنولد توينبي بيسميها التحدي والاستجابة. فإذا أنت اخترت السؤال الصحيح، سؤال المقاومة الذاتية الأصيلة، فبتصل إلى مرحلة نهضة. إذا اخترت سؤال، إذا أجبت على هذا السؤال إجابة تقليد الغالب،
فبتبدأ مرحلة من مرحلة يعني الذوبان والانحلال والضعف. لأن أنت بتدخل على الدولة نظام هي نفسها ما كانتش مستعدة ليه لا يمثل تطورها الطبيعي. فالقضاء على جيش الانكشارية ده عملوا حاولوا سليم لكن لم ينجح، حاولوا محمود الثاني ونجح. إنما استمر بقى في عهود محمود وعبد المجيد وعبد العزيز، استمرت مسائل إدخال التحديثات وإدخال النمط الأوروبي وإدخال التغريب، وده يعني إدخال هذه النظم بدل أن يساهم في تقوية الدولة العثمانية ساهم في انهيار الدولة العثمانية. طب أوقفك قدام مشهدين يا أستاذ محمد قبل ما نوصل لعرابي وإذا كان السلطان محمد مستبد ولا لا. مشهد كان فيه رحلة راح السلطان عبد الحميد مع السلطان عبد العزيز إلى أوروبا، وكان هو لسه صغير فراح في المعية السلطانية يعني، فكان فؤاد باشا هو الصدر الأعظم تقريبا. ففؤاد باشا وقف مع أحد الزعماء الأوروبيين فسأل فؤاد باشا عن جزيرة كريت وقال بكم تبيعون جزيرة كريت، فرد الباشا فؤاد باشا قال له بالثمن الذي اشتريناه بها. يعني الأوروبي بيسأل فؤاد باشا اسمه ايه ده، فؤاد باشا بيقول له تبيعونا بكام جزيرة كريت، قال له بالثمن اللي احنا دفعنا فيه، كان يقصد الثمن ده يعني الدم اللي دفعناه والشهداء اللي راح. وسأل فؤاد باشا أيضا قال ما هي أقوى دولة في العالم، سأل الأوروبي فرد قال له أقوى دولة هي الدولة العثمانية لأنكم تهدمونها من الخارج ونحن نهدمها من الداخل وكلانا لم يستطع أن يهدمها. المشهد موجود في الكتاب دايما. إذن هذا منقول عن مذكرات السلطان. هو بيقول محضر الحوار ده عبد الحميد شافه يعني. نعم، هو لا شك أنه عبد الحميد تحدث في مذكراته بأن زيارته هذه إلى أوروبا كان لها أكبر الأثر في أنها فهمته السياسة العالمية. تمام. لأنه هو نشأ في أحضان سلاطين يتصوروا أنه إجراء إصلاحات في الدولة العثمانية على النمط الأوروبي يساوي تحديث الدولة العثمانية وإنعاشها وإدخالها في قوتها، وكانت الدول الأوروبية تضغط على العثمانيين علشان يعملوا الإصلاحات دي بإغراء أن تقف معهم ضد الروس. لأن الروس عدو مشترك. يعني القوة الدولية في ذلك الوقت نقدر نقول أنها ثلاثة كبرى. الروس يمثل قوة، والدولة العثمانية تمثل قوة، والأوروبيين يمثلوا قوة على الخلاف اللي بين الأوروبيين. لا بس من الأوروبيين هي ألمانيا، يعني هو شايف أن ألمانيا لا 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 قوة. كل يعني نقدر نقول بس دلوقتي أن الأوروبيين كلهم شايفين أن الروس أعداء. تمام. على خلاف بقى إيه هم بينهم كتفاصيل يعني. فهو اكتشف في هذه الزيارة أنه المسألة ليست على هذا النحو، وأن المسألة مش مسألة هم يطالبوا بإصلاحات علشان توصل الدولة العثمانية لاستقرار علشان يبقوا حلفاء ضد العدو المشترك. لا، هو شايف أن دي محاولات هدم للدولة العثمانية. فؤاد باشا مثلا المذكور في هذه المحادثة الوقع. كان أحد الرجال الذين يشار إليهم بالبنان باعتبارهم من أنصار التحديث على الطريقة الغربية. يعني فؤاد باشا هو ومدحت باشا يعني الاثنين دول بالذات رؤوس هذه الفكرة. فكرة إنه الدولة العثمانية إذا كان الإسلام أصلحها قديما فالدنيا دلوقتي تغيرت، ولم يعد ما كان يصلح أن يصلحها قديما يصلح أن يصلحها الآن. طيب كيف نصلحها الآن؟ بمتابعة الغرب. إن إحنا ناخد المعارف الفرنسية، التنظيم المالية البريطانية، الجيش الألماني. بس عبد الحميد نفسه كان كده يا فندم. يعني بيقول الأستاذ الصلابي بيقول اقتنع الأمير عبد الحميد في هذه الرحلة أن فرنسا دولة له، وإنجلترا دولة ثروة وزراعة وصناعة، أما ألمانيا فهي دولة نظام وعسكرية وإدارة، وكان إعجابه بألمانيا كثيرا. صحيح، لكن إعجاب الناقد مش إعجاب المنبهر اللي هيدوب يعني. لأنه بعدين عبد الحميد هو يعني طبعا تفاصيل كتير، أنا بس مش عايز المشاهد يفلت. يعني الخلاصة إن عبد الحميد كان شايف إن متابعة الغرب شيء خطير للغاية، لكن عند الغرب ما ينبغي أن نأخذه منهم. تفصيل أو يعني اختصار الفكرة دي كالآتي: الغربيين عاشوا العصور الوسطى تحت ظل الإمبراطورية والكنيسة. تمام، في أكتر من ملك وفي كنيسة واحدة، وبعدين الكنيسة انشقت إلى كاثوليكية وبروتستانتية. تمام، الغربيين في ذلك العصر حصلت بينهم حروب دينية كتير جدا ومذابح، لدرجة أن بعض التقديرات بتقول أن تلت الغربيين ماتوا في هذه المذابح. حروب الثلاثين عام والحاجات. امتى الاوروبيين بطلوا حرب بينهم؟
حصلت أكتر وستفاليا. حصل أكتر من عامل مع بعض. العامل الأول وستفاليا. وستفاليا ده إيه؟ ده تقسيم الدولة الأوروبية، تقسيم بعيدا عن الدين، تقسيم قومي. هنا ألمان، هنا إنجليز، هنا فرنسيين، هنا إسبان. يبقى التقسيم ده تقسيم قومي، وإحنا نحترم القوميات بحيث أن ما فيش قومية تتعدى على التانية. في نفس الوقت ده كان بدأ الأوروبيين يكتشفوا العالم الجديد اللي هو الأمريكتين، ويستطيعوا احتلال أجزاء من إفريقيا ومن آسيا. ففائض العنف والنزاع والحرب راح في هذه البلاد. فبدل ما كانوا يتخنقوا في أوروبا، صاروا بيتخنقوا على إيه؟ على المستعمرات، على هذا العالم الواسع. بدل ما كانت الحروب بينهم بعض، بقت الحروب بينهم وبين الدول اللي بيحتلوها. تمام. بس كده ايه الـ ايه الـ يعني النظره، لو واحد بيشوف المشهد ده هيشوف ايه؟ هيشوف ان اوروبا انصلح حالها لما سابت الدين ودخلت في القوميه. ايوه، يبقى القوميه هي الحل الذي اكتشفته اوروبا يعني لمشاكلها، الحل اللي هو وفر علينا ايه؟ الحروب والدماء. ايوه. طيب، محاوله انزال القوميه دي على العالم الاسلامي، دي محاولة فيها إشكالية كبيرة، لأن العالم الإسلامي أصلا ما كانش فيه مشكلة قوميات. العالم الإسلامي مجموع تحت هذه الهوية الدينية، الرابطة الإسلامية، وما كانش فيه نزاعات عرقية بين العرب وبين الأكراد وبين الأتراك وبين الأمازيغ. ما فيش الشكل القومي. تمام. فمحاولة إنزال الشكل القومي على هذا العالم هو في حقيقته صناعة مشكلات. وأكتر من كده، أكتر من أنه صناعة مشكلات، أنه دلوقتي لما تبقى الدولة العثمانية ضعيفة وتحصل فيها مشكلات، مين اللي يثير هذه المشكلات ومين اللي يستفيد منها؟ الغرب. يعني الغرب عنده القدرة على أنه يثير الأقليات الدينية، زي ويثير الأقليات بلغاريا والحتة دي، هو كده بالضبط، البوسنة والهرسك. فإحنا نيجي نقول، ما ينفعش نقول بقى بما أن أوروبا تعرفت على القومية فخمدت الحروب اللي بينها وتحولت إلى دولة قوية عشان تخلت عن الدين، علشان تخلت عن الدين وتحولت إلى قومية، فتعالوا إحنا كمان إيه؟ نتخلى عن الدين وندخل في القومية. هو هنا ده النزاع. طبعا النزاع ده بيبقى اشتباك حضاري رهيب، يعني زي المعركة اللي بين الإسلاميين والعلمانيين، اللي بين القوميين والإسلاميين، بيبقى اشتباك كبير. ناس مقتنعة بأوروبا وشايفة النموذج المبهر ده، وشايفة أن الحل هو القومية والديمقراطية، وأن يبقى في مجلس نواب. يعني الشكل بتاع الناس الناجحين ده يبدأ يأسرنا وناخده هو وينفع معانا، ونيجي نحطه وينفع معانا ما ينفعش معانا. أيوه. يعني أول ما يعني دولنا العربية دلوقتي ما هي كلها فيها برلمانات. أيوه. تمام. بس ما فيش دولة فيهم ناجحة. أيوه. أنا هاجي رأيه في البرلمان هنا، بس كنت بدور في الموبايل وانت بتكلمني دلوقتي على دولاب. أنا رحت توبكابي وخدنا مدير المتحف الإسلامي، المتحف توبكابي ده راجل محترم كده، خدنا كمثقفين عرب ورانا جوانب المتحف. هو قال لنا معلومتين، انت قلت منهم معلومة دلوقتي. أول معلومة قال ان ظل هذا المتحف ميزانيته تعبانة طوال السنين اللي فاتت من أول أتاتورك إلى أن جاء عهد العدالة والتنمية، فزادت، تم تسخير عدد أو يعني مبلغ رهيب لتطوير المتحف ده توبكابي. في المعلومة التانية بقى، وقفنا قدام دولاب أنا مصوره عمله السلطان عبد الحميد بنفسه. خرافة لدرجة أنا ما صدقتش، وأكدت على مدير المتحف نفسه هو اللي كان قائدنا في الجولة، الدولاب ده صنع السلطان عبد الحميد. قال لي هو سنة. قعدنا نصور فيه، لا دولاب عامله واحد فنان مش معقول. يعني أنا كنت فاكر أنه بيقعد ينشر خشب وخلاص بيجوه في المسلسل كده. لا لا لا، لا ده عامل دولاب ما يعملوش صنايعي، دولاب حاجة. بس أنا كنت بدور عليه دلوقتي مش هو عدد من السلاطين العثمانيين اشتهروا بأن لهم هذه الصنائع، فسلطان عبد الحميد كان مشهور بأنه نجار محترف. مش معقول. أنا بس لو جات بعد شوية فرصة أجيب، بس عشان هو حتى أتصور لو يعني لو المشاهدين دخلوا على الإنترنت وفكروا ويدوروا على أعمال سلطان عبد الحميد هيلاقوا أعمال مبهرة جدا. أنا صورته بنفس الدولاب. طيب نرجع لي ال رأي السلطان عبد الحميد في البرلمان، في الدستور والشورى او المشروطيه. كان له راي غريب جدا، حضرتك قلت منه جزء دلوقتي حالا. هو بيقول انه رايه ان المشروطيه دي عامله زي السلفه، وهل السلفه تنفع لكل الامراض وكل الابدان؟ هو ده الوصف بالظبط. بيقول ايه بقى؟ بيقول هو بالظبط
بيقول ان حين تاني كان ضد الديمقراطيه والحكم، قال ان الاشتراط على الحاكم بتحديد سلطانه على اعتبار ان هذا فكر وافد من الغرب، لذلك كان ضد المنادين به، ورائدهم كان مدحت باشا. وانتقد وزيره ستراحيل وقال له: لم يرى غير فوائد الحكم المشروط في اوروبا، لكنه لم يدرس اسباب هذه المشروطيه ولا تاثيراتها الاخرى. اقراص السلفات لا تصلح لكل مرض ولكل بنيه، واظن ان اصول المشروطيه اللي هي الديمقراطيه لا تصلح لكل شعب ولكل بيئه قوميه. كنت اظن انها مفيده، اما الان فاني مقتنع بضررها. نعم، ليه بقى مقتنع بضررها؟ لانه الذي يثير المشكله القوميه ويحصد مكاسبها هو الطرف الاقوى. يعني مثلا عبد الحميد شهد له خصومه بانه كان ذكيا وانه كان داهيا، وهو حاول حتى في مذكراته بيقول كده، هو حاول ان يستخدم سياسه فرق تسد بين القوى الكبرى. ايوه، بيحاول يعمل التوازن اللي بين الروس والاوروبيين وهكذا. فلكن ليه عبد الحميد لم ينجح بينما مثلا سياسه انجلترا فرق تسد نجحت؟ لان سياسه انجلترا مسنوده بقوتها، بينما سياسه عبد الحميد ضعيف ملهاش قوة تسندها. فالحقيقة مثلا انه يعني مثلا مسألة الديمقراطية، شوف الديمقراطية نفسها فكرة جميلة. استاذ محمد لما يقول الديمقراطية ما تنفعش عندنا، هو انت كده بقى كده كده بنفتح موضوع تاني بقى. انا عايز الرأي. طيب، يعني هو هنا بيقول الديمقراطية لا تصلح لشعوبنا، طب ما هو السيسي يقول نفس الكلام. لا مش كده. اولا عبد الحميد كان عنده امبراطورية كبيرة فيها اعراق كتيرة. ايوه، والإمبراطورية دي لما بيفرض عليها الديمقراطية بيفرض عليها، مش بيفرض عليها الديمقراطية بمعنى بس حرية الشعوب، لا، بمعنى أنه تزيد فيها مراكز القوة ويتم تمثيل الأطراف المختلفة في البرلمان. يعني لما يتم تمثيل الأرمن والعرب والأكراد والترك والبلقان والبلغار، لما يتم تمثيل كل دول هنا مجلس الشعب ده ما يوصلش الحل. البرلمان اللي بيتم فيه تمثيل أطراف متنازعة وأطراف منتمية إلى يعني لها اهتمامات أو انحيازات أو ولاءات أخرى خارج الدولة، ساعتها البرلمان ده لا يؤدي إلى شيء. زي ما أنت شايف في لبنان مثلا دلوقتي، يعني لبنان دلوقتي مش عارفين يشكلوا حكومة. زي ما أنت شايف في العراق، يعني العراق مثلا فيها انتخابات وما تقدرش تقول أنها انتخابات، يعني الانتخابات التي تجري في العراق باعتباره نظام برلماني مش ما بتوصلش لأي صيغة، ومن أول الاحتلال لغاية دلوقتي، يعني احنا بعد 15 سنة من الاحتلال، ما تعملش شارع واحد جديد في العراق، ما تعملش كوبري واحد جديد في العراق. تمام؟ فمجرد وجود الشكل في بيئة متنازعة يعني تتجاذبها أطراف كتير ما بيأديش لحاجة. ده مش موجود في مصر مثلا، يعني ده مش يعني موجود في مصر. انا بس تنفع مصر لكن ما تنفعش في لا الكلام. انا يعني عايز اقول ان الموضوع اعمق من كده. طيب، وممكن يحتاج له حلقه، بس الفكره انه المساله ان البلد فيها تنازعات كتير ده على الاقل مش موجود في مصر. يعني ما حدش يقدر يقول ان مصر ما ينفعش فيها الديمقراطيه مثلا. طيب، ننقل على سؤالي الثاني. هل عبد الحميد كان تعلم فاقر باعلان الدستور بعد معين مدحت باشا، وإدى الدستور ضمانات أو ضمن حريات المدنية فترة، وفضل لحد ما وقف حتى المجالس. الدستور ده خلى السلطان له فرص أجر، لكن بموجب الدستور ده تم وضع تنفيذ الدستور في انتخابات عامة، وكانت الأولى من نوعها في تاريخ العثماني، وأسفت الانتخابات عن تمثيل المسلمين ب 71 مقعد والنصارى ب 44 مقعد واليهود بأربع مقاعد. واجتمع أول برلمان عثماني في 29 مارس 1877، وكان مجلس الأعيان والشيوخ يتكون من 26 عضو بالتعيين إلى آخره. وفجأة السلطان محمد يجي بعد كده يوقف كل القصص دي. صحيح. هل كان بيجاري الجو؟ ده سؤالي الأول بس. هل كان بيجاري الجو فيعلن الدستور وبعدين يعلن انتخابات ثم يوقف كل ده؟ طيب، أولا مسألة الدستور اللي هي المشروطية، سميت المشروطية مسألة الدستور وتحديد صلاحيات الحاكم و و و ما كانش رغبة عثمانية بقدر ما كان فرض من الدول الغربية. الدول الغربية بتتدخل بتقول أحوال المسيح أحوال النصارى والمسيحيين عندكم مش كويسة، وده دليل على أن أنتم ما عندكمش نظام وما عندكمش قانون وما عندكمش دستور. كويس. ولابد أن يبقى في دستور يحدد صلاحيات الحكام، ولابد يبقى في برلمان تتمثل فيه هذه الشعوب. و
كويس. يبقى الصيغة دي ما كانتش صيغة عثمانية، كانت صيغة مفروضة غربيا. تمام. طيب الصيغة المفروضة غربيا دي عبد الحميد في أول عهده، احنا دلوقتي قلنا انه عبد الحميد جاي بعد مقتل عبد العزيز عمه وتنحية مراد، وكانت القوة في يد الصدر الأعظم مدحت باشا اللي هو معروف بأنه من رجال الغرب ومن المهتمين بمسألة المشروطية، وقالوا أن هذا الإصلاح ضروري ولا بد منه لكي تساندنا الدول الغربية في حربنا مع روسيا، لأن روسيا كانت بدأت تحتل أجزاء من رومانيا وبلغاريا دلوقتي. أي. طيب الحقيقة أن الدستور حصل ومجلس المبعوثان اللي هو البرلمان ده تم، ومع ذلك الروس دخلوا واحتلوا وخدوا الأراضي لغاية لما احتلوا إدرنا وكانوا على أبواب اسطنبول. أي. ولم يستطع عبد الحميد أن هو يعني يستدرك هذا الوضع إلا لما استنجد ببريطانيا، وبريطانيا قالت له طب احنا كمان ايه هنساعدك مقابل أن احنا ناخد قبرص. يبقى كان ثبت بالنسبة له أهو أن الدولة والمجلس ده ما عملش حاجة، يعني المجلس ده لم يفد شيئا، الدولة ما تزال ضعيفة، ما تزال عمالة تتعرض لانهيارات. ومع ذلك بدأت تظهر في المجلس ده هذه الانشقاقات القومية والعرقية التي تنادي باستقلالات ذاتية. يبقى الأصل هنا أن المجلس ده كان مفروض فرضا سياسيا على عبد الحميد، وعبد الحميد حاول يعني يأخذ به إسناد الدول الغربية ضد روسيا، وحاول يجاري به الوضع مع وجود النفوذ بتاع مدحت باشا، لكن هزيمة الحرب أمام روسيا أدت إلى أنه مدحت باشا طبعا تنهار مكانته ويخسر، فاستغلها عبد الحميد في إلغاء هذا النمط المفروض. بينما المواد التي صدرت في الدستور، المواد وأصلا الدستور ده اللي صدر يعني ما كانش دستور حرياتي قوي أبدا، ده كان دستور كله لصالح عبد الحميد، يعني عبد الحميد ألغى الدستور اللي أغلب مواده لصالحه، بس هو ألغاه ليه؟ لأنه ده نوع من النزاع، يعني نوع من أنه مفروض عليه. الحاجة المهمة هنا أن الغرب اللي كان بيفرض على عبد الحميد الديمقراطية والدستور والبرلمان، هو نفسه الغرب اللي لما جه احتل مصر مثلا عطل البرلمان وألغى الدستور. يعني احنا عندنا في حركة عرابي كانت المشكلة أصلا أنه إيه، إن عرابي عايز مجلس نيابي وحياة نيابية، وهم اللي دخلوا قالوا لا الحياة النيابية دي ما تنفعش، والبرلمان ده ما ينفعش وسائل الوزراء وبالذات الوزراء الأجانب، وأصلا الحاجات النيابية دي هتبقى ضد مصالحنا وهتعطل الديون. فدخلوا واحتلوا مصر وقضوا على الديمقراطية والدولة النيابية. فالمسألة كانت مسألة صراع، مش مسألة مبادئ ومش مسألة يعني رغبات شعبية كبتها السلطان عبد الحميد. طيب الحاجة التانية، بيشتكي السلطان حميد في مذكراته دايما من الصدور العظام، من رؤساء العظام، وانهم خونه. يعني الحقيقه انا ما عرفتش ازاي، يعني مثلا منهم مدحت باشا بيقول ان هو كان عربيد وبيحتس الخمره، وكان معروف منذ شبابه انه خمرجي، لدرجه ان هو كان بيحتفل باعلان الدستور في احد قصوره، ثم كان معاه طوسن باشا فقال له بص يا طوسن باشا، من النهارده ما حدش هيوقف طموحاتي ولا بعد مش عارف ايه، وبقى رئيس الجمهوريه. الروايه بتقول كده، الصدر الاعظم يعني، فمحدش يقدر يخلعه من منصبه. فقال له محدش يقدر يخلعني، فقال له تفتكر ممكن اتخلع بعد قد ايه؟ فتوسن باشا قال له بالطريقه اللي انت فيها دي بعد اسبوع. بعد مدحت باشا هو بيشتكي السلطان الحميد في مذكراته من كل الصدور العظام اللي مسكوا، وان اغلبهم اشترى الغرب بفلوس وحاجات من دي وبتاع. اذا الدوله كانت مخربقه قوي، يعني الدوله كانت ضايعه تماما يعني. طيب أنا الحقيقة يعني لي رأي في عبد الحميد لا يعجب أنصاره ولا يعجب خصومه أيضا. أنا مش موافق على هذا التقييم من عبد الحميد. مش بتكلم عن مدحت باشا، يعني مدحت باشا ماشي تبع الغرب، مش دي القصة، لكن أنا مش موافق على أن عبد الحميد لم يكن يجد رجالا. شوف أنا يعني خليني الأول الصورة العامة كالآتي. الصورة العامة أن عبد الحميد آخر نموذج لخليفة مسلم كويس، وكل اللي بعد عبد الحميد أسوأ منه بكتير جدا. تمام. والمسلمين في عهد عبد الحميد على ضعفه وعلى انهيار هذه الدولة وعلى كل ده كان أفضل بكتير جدا من الوضع البائس اللي احنا فيه. تمام. عبد الحميد علشان صورته اتشوهت طوال 100 سنة بفعل الفكر القومي المنتشر عند العرب والأتراك والأكراد والفرس، أنتج هذا تاريخ مشوه لعبد الحميد. التاريخ المشوه لعبد الحميد ده برضو أنتج عند الإسلاميين تاريخ مزخرف لعبد الحميد،
ورد فعل عاطفي يرى ان عبد الحميد تقريبا بلا اخطاء. يعني كثير من الكتابات الاسلاميه ترى ان يعني أبيض. ان عبد الحميد بلا اخطاء. نعم. فالحقيقه انا يعني لا اوافق هؤلاء ولا اوافق هؤلاء. انما يعني في النهايه، وطبعا الوقت لا يتسع ان انا اشرح التفاصيل، لكن في النهايه انا اقدر اقول ان عبد الحميد كان عقل رجل وقلب طفل. يعني عبد الحميد كان ذكي جدا، لكن ما عندهوش الجساره اللي تخليه يبادر ويواجه وينتهز الفرص. علشان كده عبد الحميد دخل في معارك حتى مع الثوريين المسلمين. يعني عبد الحميد وهو نفسه في مذكراته عبد الحميد قال، يعني خلينا نقول ان اللي سيطر على فكرة عبد الحميد هو عدم التورط في صراعات. لان الراجل اللي احنا لو احنا دخلنا من مدخله النفسي، الراجل اللي نشأ على هزائم متكررة للدولة العثمانية اعتنق فكرة ان انا ما ادخلش في صراعات. فحتى لما فرنسا احتلت تونس ما فكرش يدافع عن تونس، حتى لما الانجليز احتلوا مصر ما فكرش يدافع عن مصر. طيب ليه؟ هو بيكتب في مذكراته ان انا لو كنت دافعت عن تونس، لو كنت دافعت عن مصر، كنت هفقد الشام. كنت هفقد الشام. فيعني خد بالك من نفسيه الايه، من نفسيه اللي حريص على ما في يده. وانه هو عطل الاسطول العثماني لكي يترك الفرصه لتنازع الاوروبيين. يعني هو حاول ان هو ما يتورطش في صراعات بحيث الاوروبيين تشتبك بينهم الصراعات، وهذا يعطيه الفرصه الى انه يظل على قيد الحياه على الاقل. فسياسه عبد الحميد دي طبعا انا دلوقتي بشرحها زي ما شرحها هو، ممكن ناس كتير توافق عليها وتبقى شايف انها صح. انا شخصيا مش شايف انها صح، ودليلي على الاقل ان هو في النهايه لم ينجح. وفي النهايه هو نفسه عزل، وظلت الدوله العثمانيه هي التي تتاكل. يعني الاوروبيين بقوا يتفقوا ازاي يقسموا الدوله العثمانيه، مش يدخلوا في اشتباك وصراع مع بعض. فعلشان كده مثلا احد الاوجه اللي بيحصل فيها خلاف في التقييم ان عبد الحميد لم يكن عنده رجال. هو بيقول ايه بس؟ هو بيقول كده، بيقول بعد ان رايت صدور العظام يرتشون، صدور العظام اللي هم رؤساء الوزراء، بعد ان رايت صدور العظام يرتشون من الدول الاجنبيه مقابل هدم دولتهم والتامر على سلطانهم، اسست هذا الجهاز اللي هو جهاز الجورنالجيه، جهاز المخابرات، لا لكي يكون أداة ضد المواطن، ولكن لكي يعرف ويتعقب هؤلاء الذين خانوا دولتي في الوقت الذي كانوا يتسلمون فيه رواتبهم من خزانتها، وفي الوقت الذي كانت النعمة العثمانية تملأهم حتى حلقهم. صحيح. وهذا صدور العظام كلهم بيخونوه. انا يعني طبعا انا مش موافق على ان صدور العظام كلهم بيخونوه، لكن هو ده تقييمه لهم، ده تقييمه لهم. لكن الحاجه الثانيه انه رغم انه كان عنده هذا الجهاز، الجهاز الامني، الا انه هذا الجهاز الامني لم ينقذه ايضا من المصير الاخير. والحاجه الثانيه انه كان عارف احيانا بالرشاوى التي تعطى للصدور العظام، ومع ذلك كان ينفق عليهم ويستمرون في مناصبهم. ليه؟ لأنه مش لاقي رجال. ما هو ده مدخله للكلام. مدخله للكلام إن أنا كنت مضطر للاستبداد، مضطر لإن أنا أكون سلطان مركزي. والغريب إن الاتحاد الترقي هاجموه على ده. يعني هو بيقول في مذكراته، أيوة، ما هو إن جماعة الاتحاد الترقي بتاعت أتاتورك دي هاجمتني على الجهاز ده. وترجمت اخيرا ونشرت مذكرات تحسين باشا. تحسين باشا كان رئيس الكتاب يعني للسلطان عبد الحميد. فتحسين باشا اشار الى انه السلطان عبد الحميد كان شخصيه متوجسه ومتشككه في كل من حوله، وده ينسجم مع التفسير اللي بيقول، يعني تفسيري انه عبد الحميد لم يكن مبادرا، وانما كان كل همه الحفاظ على الاوضاع على ما هي عليه، ولم يكن جريئا في اتخاذ القرارات. يعني لم يكن السلطان المناسب في الظرف ده. لا يعني خلينا، هو لم يكن السلطان المناسب في الظرف ده، بس هو بما كان له من ذكاء أولا، وما كان له من تقوى، وقف موقفا كبيرا حفظ به، أو نقدر نقول أجل سقوط الدولة العثمانية في التغريب، وأجل سقوطها السياسي. لأن الدولة العثمانية ما إن انتهى عهد السلطان عبد الحميد، يعني حتى بدأت الأقطار تتساقط مباشرة، ودخلوا خلفاء لما الاتحاد وترقي الحرب العالمية الأولى، فأسندوا الأوروبيين وانهارت الدولة العثمانية. أيوة. فيعني أقدر أقول لك أنه عبد الحميد
هو في نفسه شخص متدين، هو في نفسه شخص ذكي، لكن كانت هذه المشكلة النفسية اللي بتخليه متردد ومش مقدام فوتت عليه كتير من الفرص. طيب عشان الوقت بيعدي وانا هاخد هسه اخر ملحوظة لاحظتها في حكاية الجامعة الإسلامية، ولا ان عايزينك تتكلم عنها باعتبار انها نقطة وبعين عرابي، بس انا هاخد منطلق من ده في ايه؟ من كلامه على المثقفين المصريين. عبد الحميد التاني بيقول هو رأيه انه الانجليزي الحقيقة يقول عليه تاني الاسلام والمسيحية لهم نظرتين مختلفتين، لان لا يمكن الجمع بينهم في حضارة واحدة. ده رأيه. وبيقول يرى يعني ان الانجليز افسدوا عقول المصريين لان البعض اصبح يقدم القومية على الدين، ويظن انه يمكن مزج حضارة مصر بالحضارة الاوروبية، وانجلترا تهدف من نشر الفكر القومي في البلاد الإسلامية إلى هز عرشي، وإن الفكر القومي قد تقدم تقدما ملموسا في مصر، والمثقفون المصريون أصبحوا من حيث لا يشعرون العوبة في يد الإنجليز، إنهم بذلك يهزون اقتدار الدولة الإسلامية ويهزون معها اعتبار الخلافة. كلام خطير جدا وكلام صحيح جدا. هو برضه دي من الموضوعات الكبيرة، لكن اختصارها انه الطبقة المثقفة اللي بيحكي عنها عبد الحميد هي الطبقة التي نشأت في ظل الانجليز. أي. لان الانجليز احتلوا مصر سنة 1882. أي. فعبد الحميد ظل الى 1909. تمام. فلو عبد الحميد حكم 33 سنة فنقدر نقول 25 سنة هو بيحكموا الإنجليز، بيحكموا مصر. وقبل ما الإنجليز يدخلوا بنفسهم كان عندنا فترة طويلة من التغريب الدين وبتاع في عهد أسرة محمد علي. يعني من أول محمد علي نفسه وابنه سعيد باشا، ثم التغريب الرهيب في عهد الخديوي إسماعيل. كل ده أنشأ هذه الطبقة المثقفة المصرية المنبهرة بأوروبا. أيوة، الطبقة المثقفة دي لما شافت أوروبا منقسمة إلى قوميات ظنت أنه النهضة قد تكون بالفكر القومي. كويس. فعلشان كده ونشأت يعني الطبقة دي، بيسميها مثلا تميم البرغوثي في بصراحة أصله لفظه ده لفظ جميل، يعني بيسميها الوطنية الأليفة. الوطنية الأليفة أن أنت تبقى يعني عايش تحت الاحتلال الإنجليزي، وممكن يبقى عندك حياة سياسية وانتخابات رايحة وجاية، وفاكر نفسك يعني ذو رأي وحكم في البلد، لكن والمدارس والإنجليز يعني المدارس والجامعات والثقافة والصحف كل دول العامل الأقوى في التأثير عليهم هو الاحتلال الإنجليزي. الحاجة التانية إنه القومية العربية التي ظهرت أول ما ظهرت في نصارى الشام، نصارى الشام دول كانوا بيهاجروا هجرة جماعية إلى مصر التي كانت واقعة تحت الاحتلال الإنجليزي، وبتبقى هي دي الفرصة إن هم يهاجموا الخلافة الإسلامية ويهاجموا السلطان عبد الحميد تحت حماية الإنجليز. فأنت حتى هتلاقي اللي أسسوا الصحافة هم نصارى الشام لبنان، وكتير من المؤرخين في ذلك الوقت نعم كان برضو من الشوام. والترجمة يعني المسرح والترجمة والصحافة شوائب، فضلا عن البعثات وتأسيس المدارس الأجنبية اللي استمروا طول المئة سنة اللي فاتت. فالحقيقة مصر فعلا كان فيها طبقة ثقافية ملتصقة بالإنجليز، متأثرة بأوروبا، شغالة بدافع القومية وتريد أن تتخلص من الدين، بل إن بعضهم كان أكثر حماسة في التخلص من الدين من الإنجليز نفسهم. يعني أحمد لطفي السيد مثلا، أحمد لطفي السيد كاتب في مذكراته إننا اللي اقترحت انفصال مصر عن الدولة العثمانية وإنها تبقى لها علم مستقل وعرضت الاقتراح ده على المندوب السامي الإنجليزي، فقال لي والله اقتراح جيد وأنا نفسي أعمله بس ما أقدرش أعمله دلوقتي. تمام. يعني مصطفى كامل في محمد قال لو لم أكن مصريا لأكون مصريا، الدولة القطرية. مصطفى كامل كان مؤيد لسلطان حميد. ما هو مصطفى كامل إحنا ما عرفناش من تاريخه إلا هذه الجملة، لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا، بينما في الحقيقة لما تبص في مجموع كلام مصطفى كامل فمصطفى كامل كان إسلامي الهوى وشديد الانتماء للسلطان عبد الحميد. أيوة. بل شديد التعصب له. يعني مصطفى كامل كان على خلاف مع رشيد رضا مثلا، ورشيد رضا ده من يعني شيخه الإسلامي في عصره. رشيد رضا، لأن رشيد رضا كان عنده انتقادات على السلطان عبد الحميد، مصطفى كامل لا.
بل مصطفى كامل جاهد وكافح وسخر جريدته اللواء علشان تسيب مصر تلت سينة للدولة العثمانية في حادثة معروفة باسم حادثة طابة أو أزمة العقبة. علشان تسيب، شوف يعني هو بيقول الحدود التي بين مصر وبين الدولة العثمانية مجرد حدود إدارية، لأنه الخيار هنا مش خيار مصر والدولة العثمانية، الخيار هنا إما أن تكون هذه الأرض للدولة العثمانية أو أن تكون للإنجليز. طيب الوقت خلص يا أستاذ محمد، بس الموضوع مهم، بس احنا ما قلناش حاجة وكان عندي رأي، بس لأنا يعني قاعد أقرأ عن الدول اللي بدأت تنشق بفعل روسيا. بطرس الأكبر مثلا قال الذي يملك القسطنطينية اللي احنا قاعدين فيها دي يملك العالم. وبطرس الأكبر هو من سعى أو من يعني من الناس اللي ساعد بشكل قوي لتفتت الدولة العثمانية. كمان عندي شفت الدول اللي هي الصرب والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وهي بتسعى للانفصال بدافع من روسيا عن الدولة العثمانية. كان سؤالي بقى، ما هو مصير هذه الدول بعد انفصالها عن الدولة العثمانية؟ يعني خلي ده ممكن لحلقة ثانية، بداية الانفصال العقد بتاع الخلافة العثمانية. ماشي، ممكن نخليها نخلص سلسلة المعارك الإسلامية اللي بدأناها يعني الحلقة الجاية. أنا عايز أقول نكمل أستاذ حميد. عايز تكلم استاذ عبد الحميد الحلقه اللي جايه. ما لسه الجامعه الاسلاميه. طيب لسه خلص. ما اتكلمناش عن الجامعه الاسلاميه، ولا انا مش مهم الجامعه الاسلاميه. لا لا لا، ماشي خلاص، نكمل السلطان عبد الحميد ثم نستأنف السلسله عشان اللي احنا الجامعه الاسلاميه. تمام استاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه، بشكرك جدا. شكرا يا محمد، ربنا يكرمك. والله انا استفدت من الحلقه دي من الاستاذ محمد، لانه في جوانب الواحد احيانا زي ما بيقول الاستاذ محمد تحديدا عن مصطفى كامل ممكن تاخد منه الجمله، بس لو لم اكن مصريا، لو وددت ان اكون مصريا بس، لكن ما تعرفش مين هو مصطفى كامل وايه علاقته بمصطفى حميد. اضافه انه فعلا تقييمه لمصطفى حميد هو في الاخر بشر، له ما له وعليه ما عليه، انه هو في الاخر ممكن يكون بيخاف في حتت او كان مقدام في مناطق او في مواقف وفي اخرى لا. انما لا، ما فيش داعي ابدا لما نتعامل مع التاريخ نتعامل بشكل انه ابيض واسود. ده كان الحقيقه الخلاصه من النهارده. بكرر الشكر للاستاذ محمد الهامي ولحضراتكم، والى ان اراكم غدا ان شاء الله في حلقة جديدة من مصر النهاردة. تصبحوا على وطن حر وعلى خير.